في موضوع ذي صلة، وبالرغم أو مع التقلبات المناخية التي تعرفها الجزائر والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، اختارت عائلات وهرانية الواجهة البحرية لقضاء أيام العطلة، وذلك بسبب نقص مرافق الترفيه والتسلية بالولاية. تفاصيل أكثر مع أحمد بوطف. أمام قلة الفضاءات الترفيهية والسياحية سواء المفتوحة على الهواء الطلق أو المغلقة، تلجأ عدة عائلات وهرانية إلى الواجهة البحرية لقضاء يوم العطلة والترفيه عن النفس، أين تجتمع النسوة في مطاعم على شاطئ البحر للدردشة ونسيان متاعب أسبوع كامل من العمل. قاعدة جينا موالمة وبلادنا جينا وفيها شوف النسيم وفيها الهوازين وفيها الناس الملاح، وإحنا من وهران وجايين البوروبول، قلنا باللي بلادنا شابة باختو تخي بيان، سيت ان ريستورون موديست بصح مولاه ناس ملاح، مولاه يرحب، مولاه يقبن، مولاه يهضر مليح، مولاه ما عندهاش كيما نقولوا الفرق ما بين الراجل والمراه. انا قاعدين غايه ما شاء الله، والبلاصه كيما دي نسوها ما نسيبوهاش، ولا انا ما عجبتني الحاله، شكون عمري ما جيت هنا الاولى، قضيت الاولى، انا فرحانه بزاف. اجواء جميله تصنعها العائلات على الكورنيش الوهراني، وهو حال هذا المطعم الذي يقدم وجبات بحريه والذي تحول الى الوجهه المفضله للعائلات الوهرانيه. احنا هنا كانت الدعوه شويه ميته، ورانا كيما يقول لك رانا نطيحوا النضوب نفطنوها شويه، خاطر عندنا شويه هنا توريش شويه لاقد، مرس الحاجة شويه لاقد رانا معاها، رانا نبطيو فيها، راك تشوف فيها المشتى ومازال رانا الدعوه حيه عندنا هنا. هنا الناس يجوا يفطروا عندنا ما ينوضوش، راك تشوف فيهم راهي الخمسه تاع الحشيه مازال ما ناضوش. الشعب راه كيقعد هنا ما ينوضش. تما رانا نحاربوا في لاكورنيش عوهرن. هنا لاكورنيش عندنا شويه لاقدر نحاربوا فيها. وهران جوهرة الغرب الجزائري، ورغم ما تزخر به من إمكانيات سياحية إلا أن غياب استراتيجية سياحية متكاملة جعلت من هذه الأيقونة غير مستغلة كما ينبغي.